تشالو ما حدث اليوم عندما نشاهده من الخارج أعتقد أنه كان حدثا تاريخيا. أعتقد أن هذه مباراة مهمة، نصف نهائي في دوري الأبطال أمام خصم صعب وشكل مشاكل كثيرة بالنسبة لنا في أرضه، واليوم حاولنا أن نفهم لماذا ننافس بهذا المستوى. هل شعرت بالاقتراب إلى التأهل؟ نعم، كان علينا أن نسجل هدفين، ولكن بكل تأكيد أعتقد أننا تقدمنا وكانت حظوظنا مفتوحة، ولكن هدفهم أعتقد أنه قد ألحق بنا الضرر. ولكنها مباراة كبيرة بنبل من اللاعبين، مجموعة من اللاعبين، من المؤسف أن يتوج هذا الفريق. غودين هو كل هؤلاء اللاعبين كانوا يستحقون التتويج. دييغو، ماذا تقول لهذه المجموعة عندما تنتهي المباراة؟ أنني فخور بهم وفخور بالتماسك في هذا المباراة في نصف النهائي. لا نتحدث فقط من أجل الحديث، كنا نعرف أن بإمكاننا أن نحاول واقتربنا كثيرا للتأهل، ولكن أعتقد أن حارس المرمى كان هو الرجل المباراة. غابي قال لنا في أيام مثل هذه وانتصارات مثل هذه يجب أن تشعر الفريق بالفخر. ماذا ينقصكم لكي تصلوا إلى مستوى ريال مدريد وبرشلونة؟ أعتقد أن تبقى الكثير. طبعا يودع سيميوني هذه النسخة.